راجيات مع نديم سراج أحلى إذاعة مزاج أف أم. هذه الحلقة تأليف أحمد المغربي وأنا. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام وقول من رب الرحيم. حبيبتي ليش عيونك واحدة سودة وواحدة زرقاء؟ لا حبيبي هاي العدسة بس وقعت حبيبي عادي. عدسة بنت البطة السوداء ثابتة على العين بلون واحد مش لونين اقشعي منيح مع عدسة بنت البطة السوداء. تجدون هيدا المنتج صيدلية بنت البطة السوداء سويليح. سجل طقوس إفطارية. صف اللحم وزيد الدجاج وحط تليفونك عالرجاج قرب موعد الأذان ما بدي أي إزعاج وقرب موعد الأذان ما بدي أي إزعاج وقرب موعد الأذان ما بدي أي إزعاج. كل المليحة انت بتطلع لي في كل مكان انت في كل الفقرات بتطلع لي ايمن. ضرب المدفع يا اخواني وحب التمر على لساني ضرب المدفع يا اخواني وحب التمر على لساني ناولني صحن الطبيخ ولا بقلب عدواني وناولني صحن الطبيخ ولا بقلب عدواني وناولني صحن الطبيخ ولا بقلب عدواني. بعد الأكل بدقايق لا أنا نايم ولا فايق حضر لي ركوة قهوة شوف المزاج الرايق وحضر لي ركوة قهوة وشوف المزاج الرايق وحضر لي ركوة قهوة وشوف المزاج الرايق. خلاص هيدي الفقرة برعاية سكر بنت البطة السوداء. حبيبتي شو اسم هاي الطبخة؟ ولو حبيبي هاي ملوخية ما ميزتها؟ حبيبتي ملوخية هلا انتبهت. حبيبتي بعتلك ايميل الصبح شفتي؟ هلا بشوفه حبيبي. يا ترى شو بعتلي بالايميل؟ طلقتني يا حابة تحتفظي بزوجك؟ اشتري كتاب هتسكري له تمه واطبخي له مثل امه من منتجات بنت البطة السوداء تجدونه في جميع المكتبات. المسلسل ارجعنا لفكرة المسلسل اليوم بعد النجاح الساحق اللي حققناه في الحلقة السابقة في المسلسل المحلي اللي ما كملناه لأنه كنا قاعدين نشرح عن تفاصيل العمل وإحنا حبينا أنكم تكونوا معنا في وراء الكواليس وإيش بيصير كفنانين وأبطال إيش بيصير. هذا بطل من الأبطال طبعا بتحق قاعد منرحب بأبطالنا كمان مرة بطلنا الكبير معن صافي. أشكرك. وبطلتنا الكبير هنا أبو لغود وبطلنا الكبير أيضا أيمن شكار. اليوم طبعا تكمل المسلسل المحلي اللي حيصير كالتالي نكون سريعين عشان نكون خفيفين عليكم بالشهر الفضيل رمضان كريم شباب علينا وعليك. شكرا وسهلا. عمه الان لعلاء عادل عمه بده يعطيه مصاري زي ما تقولوا بده يعني يسكتوا بالمصاري عشان ايش يبعد عن مين عن بنت عمه اللي هي فرح فاضل عمه اللي هو بيكون مين ابو حامد فاضل لانه من دار فاضل الاثنين صح ولا لا شو فاضل عنا يعني فعلا فعلا أربعة يملكوا ضحكات يعني عليها يعني طريقة ضحك يعني جوائز تكسب.
السيناريو كالتالي، راح يكون ببطولة العم أبو حامد، راح يكون مع إنصافي. أشكرك. نعم. وطبعا طبيعي لانه ما فيش معنا غير هنا الوحيد الانثى اللي معنا، دور فرح فاضل راح يكون في ايمن. حلوه هاي، حلوه الحكي وكان حلوه. نعم ايوه نعم. الان في هنا راح تكون بفرح فاضل، وايمن راح يكون علاء عادل. المشهد كالتالي، حيبدا المشهد. طبعا انا طبعا اخوكم الصغير راح يكون بالموسيقى التصويريه للعمل. 3-2-1 go. جاي تتمنن علي، هذول اصلا مصاري ابوي اللي جلطو. هيك بتحكي مع عمك يا علاء عادل؟ تخليت فيها عم يا عمي. وانا اللي ربيتك وكبرتك، وانا اللي سويتك من الصفر حتى صرت كبير وبتقرا بالجامعة. قلبي وراح موسيقى هاي. قلبي يا محامد، قلبي ابو حامد مالك؟ شو شايفيتني مالي؟ بفت شده قاعد حتى وانت عم تنجر دمك خفيف. هاي نعمه من رب العالمين. موت هسه. ناسي انه معي قلب مفتوح. لا يا ابو حامد، روح انت احكي الكلمه. عمي 3-2-1 go. عمي انت دبب. معلش كملي يا حامد، كملي. كملي قولي له كل اللي في قلبك. كملي انت هسه جاي تحكي بعد ما ربيتك تيجي بتجلط جوزي؟ انت لانك انت اللي ربتيني انا ما طلعتش مربى يا زلمه. انت يعني مش فاهم، جاي تصلح لهم الحمام انت يا زلمه؟ شو هذا؟ شو الطريقه؟ حط عليها توتو خلاص هاي بتلبنن قاعد. ليش بتلبنن؟ ما تلبنن اردن. انت بتلبنن قاعد. ابقى هسه عمي شايف الصوت. 3-2-1 go. عمي يا عمي عمد دبب، انت هسه جاي تحكي جلط لي؟ الله لا يوفقك. انت اللي ربتيه يا محامد، لانه هي اللي ربتني انا ما طلعتش مربى. وين مصاري؟ بقول لك قلبي وين 200 ليره؟ برجع بقولها بكل عين. وقح الليره، ديري بالك على طقم الفناجين اللي جبناه. لا يا ابو حامد. عمي لا، من رائد دمول. وين 200 ليره؟ حفظ والصون بس خليك معاي. اصرخ يا ابو حامد قبل ما يموت. وين 200 ليره؟ لا وين 200 ليره ابو حامد؟ وين 200 ليره؟ ولك موت يا ابو حامد. وين خلاص مات ليرة؟ مات. بدي مصاري بقول لك. مات بقول لك. والمصاري خلص. ايش مصاري؟ خلص المسلسل وراك. ما فيش. ايوه مات. طب حسبنا اي شيء. خلص مصاري على انتاج هذول. تمام. هيدي الفقره برعايه بنتها للبطه السوداء. تعلم الوقاحة دون معلم، حلقات إرشادية تعليمية غير تربوية. تستطيع أبادة هذه الحلقات التعايش مع الواقع المحلي. مفاجأة سارة لإخواننا المغتربين، تستطيع الآن أن تحصلوا على كورس مدمج مع صور توضيحية لتعلم الوقاحة دون معلم. الوكلاء المعتمدون، النتل للإلكترونيات، مكتبة النصابين المحترفين، كذاب وإخوانه، الحج ناصب عليهم وأبنائه. الدرس الخامس، أصعب المواقف اللي ممكن تتعرض لها لما تفوت عليك زميلتك في العمل أو زميلك قال بجمع مصاري لمناسبة جليلة. موقف كلنا بنمر فيه. مرحبا راجي، اتخرج ابن المعلم وبدنا نجيب له هدية تقيلة، تفعلي 20 دينار. طبعا كم تهز الذنب، بتقول لك المعلم على أساس تشتغل بملحبة يعني ولا بكراش تجليس يعني؟ شو بصير لو قلت المدير ايش معلم؟ هسا مش هاي قصتنا، كيف بدك تملص بدون ما زميلتك تفكعك اسفين عند المعلم او المدير؟ اسمعوا وركزوا منيح.
والله انت كمان عم بتجمع مصاري عشان المعلم، والله يسامحك. ليش هيك؟ انا صرت مجمع من معظم الموظفين. سبحان الله، قديش صرتي لامة؟ والله انا بعدني ما لميت غير من تمارة بس. الله يسامحك، انا صرت لامة من كثير من الشباب الطيبة. هاتي هاتي اللي دفعته تمارة، هاتي. اوكي خذهم. اي وين رايحة؟ هاتي 20. راجي ممكن تأجلني؟ بكرة بعطيك. الحكيرة بتحاول تمزط، بس على مين؟ على واحد مكلع طبعا، بتظل وراها لتدفع. هيك انت بتكون اخذت زمام المبادرة، وانت بتقدم الهدية للمعلم او المدير او اللي بيش بدكم تسموه بالنيابة عن موظفين الشركة، وطبعا بتكون خلصت من انك تدفع. اوعك تدفع، وانت اللي بتقدم الهدية. صباح الخير معلم. Guess what؟ سيربرايز. ألف مبروك، هذه مفاجأة هيك حبينا نعمل لك إياها. تمام. بديش أقعد أحط يعني الكل طبعا شارك، يعني أنا بدرت فيها والكل شارك، وحبينا معلم نقول لك مبروك لابنك إن شاء الله هيك يا رب بتخرج وبيجي بيصير مدير معك كمان، ساعدك في الشغل. إحنا كتير بنحبك ومنحبه وصحتين وعافية معلم. لما تنحط بهيك مواقف مجددا كن مبادرا، وحاول إنك تلم بمبادرة ذاتية لأي مناسبة على مستوى الشركة أو المكتب. وصحتين وعافية. راجيان مع نديم سراج أحلى إذاعة مزاج FM.